وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين عنه، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين يا رب يعجبوكم. الوصفتين فيهم كريز. اول واحده هتكون كيك الترافل الشوكولاته مع الكريز، وتاني واحده هتكون ايس كريم او كيك الايس كريم مع ايس كريم الكريز والفانيليا والشوكولاته. نبتدي باول حاجه الترافل كيك مع الكرز. بالنسبة للقاعدة هتكون قاعدة براونيز، والبراونيز مقدرها 250 جرام زبدة، 100 جرام شوكولاتة داكنة، 75 جرام كاكاو، 500 جرام سكر، 3 بيضات، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 200 جرام دقيق، ونص معلقة صغيرة ملح. فوق البراونيز هنحط طبقة الترافل الشوكولاتة، وهي عبارة عن 100 جرام سكر، 40 جرام كاكاو، 30 جرام نشا، رشة ملح، 500 مللتر حليب، 500 مللتر كريمة مخفوقة، 5 صفار بيض، 400 جرام شوكولاتة داكنة، 2 معلقة كبيرة زبدة، 1 معلقة صغيرة فانيليا. وبالنسبة للتزيين عندنا 75 جرام كاكاو، 50 جرام سكر بودرة، 600 مللتر كريمة مخفوقة، و 500 جرام كارز معلب. هنبتدي بالبراونيز، والبراونيز بنعملها بالكف، وهنحط السكر والزبدة مع بعض وهنضربهم، مجرد بس ان هم يختلطوا كويس، وبعد كده هنضيف لهم البيض. مش عايزين نضرب كتير، البراونيز مش بتحتاج ان هي تكون داخلها هواء كتير علشان تبقى جوي او تبقى طرية كده واحنا بناكل. فهنبتدي نخلط دول، نحط البيض واحدة واحدة، احط الفانيليا مع البيض والملح مع الدقيق. اول ما يختلطوا هنبتدي نحط البيض واحدة واحدة. دلوقتي احط الشوكولاته المذابه مع الزبده والسكر والبيض، نخلطهم مع بعض، وبعد كده هنضيف المقادير الجافه، الدقيق، الكاكاو والملح. نضيف الدقيق الكاكاو، ودلوقتي الدقيق والملح، ونخلطهم مع بعض. اوكي، اول ما المقادير ما تبتدي تمتزج مع بعض يبقى كده البراونيز بتاعتنا جاهزة. نقلب. ودلوقتي هنحط خليط البراونيز في الصينية. طبعا صينية بالشكل اللي احنا بنحبه. وهنفرد البراونيز في الصينية، وبعد كده هندخلها فرن بدرجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. دلوقتي نبتدي نعمل الترافل. هنحط اللبن على النار،
وهنحط صفار البيض والسكر مع بعض. وهنحط معاهم الملح. الزبدة هنحطها على النار مع اللبن. ودلوقتي أضرب البيض والسكر ونحط معاهم الفانيليا. وبعدين نحط معاهم النشا والكاكاو. وأول اللبن والزبدة ما يغلوا هاخد نصهم أضيفهم لخليط الكاكاو والنشا والبيض والسكر والفانيليا. وبعد كده هنرجعهم على النار تاني نطبخهم لحد ما يبقوا زي البودينج. وبعد كده آخر حاجة عليهم هنضيف الشوكولاتة. وبعدين لما يهدوا شوية هنضيف الكريمة المخفوق. ودلوقتي اللبن ابتدى يغلي، هنحط نصه مع الخليط اللي جهزناه من صفار بيض سكر كاكاو فانيليا وملح. ونشا طبعا. نخلطهم كويس مع بعض ونرجعهم في الحلة. الخطوة دي مهمة لأن لو حطينا الخليط ده على طول في الحلة اللي فيها اللبن السخن اللي بيغلي حاجتين ممكن يحصلوا، ممكن تكلكع خالص لأن احنا هنحطها مرة واحدة في حاجة سخنة، والحاجة التانية انه ممكن البيض يستوي مرة واحدة وبالتالي هيبقى عندنا كمان كلكيع بيض في الخليط. لكن لما بنحط نص الخليط هنا بيبقى الكمية يدوب كفاية ان احنا نوصلهم الى درجة حرارة متوسطة، لا هي بتغلي ولا هي درجة حرارة الغرفة، وبالتالي خليط البودينج اللي بنعمله او الكريم باتيسير بيكون ناعم وما فيهوش كلاكيع خالص. وطبعا البيض لما بيستوي في حاجة سخنة بيطلع ريحة البيض اللي هي فيها ريحة سلفر شوية، ودي ما بتبقاش ريحة حلوة قوي. فده برضو الخطوة دي بتساعد ان البيض يفضل ملوش ريحة في خليط البودينج بتاعنا. اول ما يبتدي يغلي هنضيفه على الشوكولاتة. وبعد كده هنضيف الكريمة معاه. اوكي، اول ما نشوف فقاعات لان لو سيبناه يغلي هيرجع يبقى الملمس بتاعه بعد كده لما يدخل التلاجة هيرجع مش متماسك، يعني هيسيح شوية، لان النشا لما بتغلي كتير على النار بتفقد الخواص بتاعتها اللي هي بتخلي الحاجة تبقى ماسكة. اوكي، انا هحط البودينج دلوقتي مع الشوكولاتة وهنقلبهم مع بعض. هحتاج بول كبير شوية احطهم فيه. نقلبهم مع بعض وبعدين هنبتدي نضيف لهم الكريمة. طبعا يفضل ان احنا نستنى لما الخليط يبرد شوية وبعد كده هنزود بقية الكريمة.
اوكي كده خليط ترافل الشوكولاته جاهز. هنجيب البراوني اللي اتخبزت ونحط فوقها الترافل. هننزلها فوق البراوني. وهنسويها وطبعا هندخلها التلاجة لحد ما تتماسك علشان بعد كده نقدر نزينها. هشيل دي من هنا دلوقتي. هيبقى فاضل عندنا التزيين. هجيب بول اخلط فيه السكر والكاكاو مع بعض، سكر بودرة، وهحط جزء منهم مع الكريمة واشوف لو هحتاج تاني ولا هيكون ده كده كفاية. ممكن نحط شوية صغيرين كمان. ونقلب الكريمة بالراحة طبعا خالص، احنا مش عايزين نهبطها. اوكي كده الكريمة جاهزة. هنجيب كيس حلواني ونحط فيه كريمة الكاكاو. ده بيكون شكل الترافل كيك بعد ما تطلع من الثلاجة. ونبتدي نزينها بكريمة الكاكاو والكرز. وفوق كل واحدة من الكريمة اللي عملناها، الوردة الكريمة اللي عملناها، هنحط واحدة كريز. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك ترافل الشوكولاتة مع طبقة من البراونيز. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. اهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الايس كريم بايس كريم الكريز والفانيليا والشوكولاته. بالنسبه لمقادير الايس كريم، عندنا 2 لتر ايس كريم كريز، 2 لتر ايس كريم فستق، و2 لتر ايس كريم شوكولاته. بالنسبه للبسكوت، عندنا بسكوت شوكولاته مفروم. وبالنسبه للحشو اللي هيكون جوه الايس كريم، عندنا علبه كرز معلب، 500 ملليلتر كريمه مخفوقه، 250 جرام فستق، و250 جرام شوكليت تشيبس داكنه. الوصفه دي بسيطه خالص، مش هنعمل فيها حاجه غير ان احنا هنعمل طبقات الايس كريم والبسكوت وبعد كده هنزينها. هبتدي اخد الكريز ونحطه في قاع الصينية اللي هنختارها للايس كريم، وبعد كده
هنحط فوقه آيس كريم كريز ونحاول نسويه بحيث تبقى دي هي أول طبقة. اوكي كده عملنا اول طبقه. طبعا يفضل ان احنا ناخد الايس كريم في المرحله دي ونحطه في الفريزر لحد ما الطبقه الاولانيه تجمد خالص. بعد كده هناخد فستق ونحطه فوق ايس كريم الكريز وبعدين هنجيب آيس كريم الفانيليا ونعمل الطبقة الثانية. نعمل حساب ان فيه لسه طبقة آيس كريم شوكولاتة وبعدين البسكوت. اوكي دلوقتي هنحط ثالث نوع حشو اللي هو الشوكليت شيبس فوق ايس كريم الفانيليا. وبعدين هنحط ثالث نوع ايس كريم اللي هو ايس كريم الشوكولاته. وهنفرد آيس كريم الشوكولاتة. زي ما قلت زي ما احنا شايفين كده بيختلط شوية بالآيس كريم الفانيليا اللي تحت لأن أنا ما دخلتوش الفريزر دلوقتي يعني. فيفضل طبعا إن بين كل طبقة والتانية ندخل خليط الفريزر علشان الطبقات ما تختلطش مع بعضها. دلوقتي هناخد البسكوت وهنعمل الطبقة الأخيرة اللي هي هتبقى القاعدة بتاعت كيك الآيس كريم. ونضغط عليها علشان الآيس كريم برضو يمسكها في بعض. طبعا هناخد دي ونحطها في الفريزر ونجيب الجاهزة نزينها مع بعض. هنبتدي نزينها مع بعض بالكريمة. هنحط كريمة في النص وفوقها كمان. وهنبتدي نزين بالكريز زي بالظبط زي الحشو. ودلوقتي ابتدي احط كمان فستق وهحط فستق كمان حواليها. وهنحط شوية تشوكليت شيبس وآخر حاجة هنحط واحدة كريز. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها
chocolate truffle cake وعملنا فيها كيك الايس كريم مع ايس كريم الكريز والفانيليا والشوكولاتة. وبكده نكون خلصنا الحلقة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.